بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال هلكني وشبكة عالمي قايها haqabtirnews.com واتكلاس عطان برطان انترنت ككلان هاي www.haqabtirnews.com دقيستيال وحد كسو دواتن وليس قارانو ليا لني سعب عبد مالك موسى عردونو كسو غان مقالة مقديشو وحانو قورين تبا شبكة عالمي قايها haqabtirnews عبد مالك موسى عردون وقور بحي حالة دا مقالة مقديشو مالمهي لصو دافي دورا شدي مانتا دعدي يسدو كلا درينك الشعب كا كنو المقالة مقديشو بين مدني عاوا وانا كان دقيس تلوريسيكي ادقيس هابون قاد ياد وانو هايو عن الكمحة لأنه يهي مرتب عدن بعد عاشرة ايواد ما هاتفن ساي سيدو كلا نقونا وان كاقم هاد علينينا وقور انت عبد ماليقو بالوحد دقيس تياشا هاد دو سيتو سيخد كو قوشرا يكو دقيسنا ياد وقور بحيسا مالميه يقودن بي واحد كسو قناد مقالة دو مقدوشة عاصمة دو دولك الصوماليا بالرغم من غاية دي كلا دوانا كسو عدين مقالة دو مقدشو دورشة دو لوگو ديار قروب يحال كسيدوها المساور قد كسي شعب وينها كل جاي سنة يا بسم الله الرحمن الرحيم مقالة المقدسون صدق الحالة ترين هي ديار قروب دورشو ينكا مشرحين كلا دوان أيها هاي كتشان يعني هؤلاء عادوا عرس وهاي عادوا مشغول صناعيان شيء يروح بالنعيان مع قطع وهر النعيان مش رحين تاعي تبع عن تاعي هنا صوت تعران من حولها وأشرب قبل السنة ما أنت وخلاص جي لبعض اللي هو تكون جرا تبدي تونكا هذا اللي يعني هو هذا الشيء خاصة وده دورشدو عدد من الشركة لها وقت سهول تعان دورشدو قصيومين هذا في أي ثلاثة وسبعين شيء وحا لحظة مدوينكا بمان مدوينكا مدارة المقدسة وحانا لغا توتيي السوعدك جديدكا ايالا توتيي معلنتا معلنتا وحا بلامتين يدفق بموها اللغيان وحا لغا صحي جديدكا ايضا كامل مدى المانكا يو جديدكا دولد قار يو وحي اي دولد فصحبه لكن مدارة الوحي المقاطي مدارة بندوه يعني السعود كواد ويري هاي وعدد كواد اللغين هيان حظونا حدنا عشيقا ايه يبونا احبنا ما نتي عرب كور رشيد ورشدنا وحابا الله هرينا لو قدري يعني بجيدة ديارة ده اذن عدى ايه لقد شوشيه دولمات فكا ايه يفوس ودنين واتاي بكا تنقو وحوها تنقو جاسا ايوها بكا خطي مكا اللشي فلسنة كيد خالد وددكا هو يخشوين ايه كو قبين اما فسوينا يا كتير في جهودة وهي كذا من دورة صدى وهي كذا حركة مرة هو أركيين إنه ما نقول كرا يلا في جور رجيم يجو دورة صدى بدن سومري كان ويجدوني دورة صدى بدن أنا بدن ما هو يسمين شيء من دورة صدى ولكن كان وهاي لاي في سنة ذي لاي يو دورة خاصة بدن هي لاي aadiyad badum haasantahay abd maligo en maanta 8da bishan february waxa dhacday doorashadii ee dalka soomaaliya uu ku guuleystay maxamed abdullahi farmaajo en oo noqon doona madaxweynaha 4 sano ee soo socda ee dawladda soomaaliya en maanta ay doorashadu dhacday xaaladda magaalada muqdisho iyo dhaqdhaqaaqyadeeda iyo doorashada nidaamka u dhacday balyana warbixin naga sii midaan kula hadlayo een waxa aan maqlaynaa rasaasta sadaysa ee dalalka muqdisho ee maaha xaalad aan amni darro maaha waa damaashad waa farxad een ilaa iyo saacadi lagu dhawaaqay een la arkay guushi maxamed abdullahi farmaajo een xabado ayaa kor loo riday rasaas buriyo kala duwan ayaa xabada ka riday een shacabka iyo asturba een cirka ayaa u ridayeen xabadahaas looma kala harin oo shacab qoromay ahayn waxaan arkayna ciidan يعني يجب حبذاها الرذية أو دماشادية أو دماشادية المناسبة في كوشة محمد عبد الله كرماشو بدي نروح النقطة اسمها وريق القلاية تقصد عايه وكلا ودوني في حدنا يقصد في آسوية النقطة يعني مرفو رأيه النقطة المدارة يتوضى بحري يعني سعود كوقف في مدارة مرانو لا دعي يعني أغلب بعض كان تقعد في مبا يعني سواني من المعلمان مدرد واحد بناني مدرد العطلة بعي هذا واحد نقصي يعني في أنا عادي هنا يا الله صبحي أطلع وديو لقدي أنا يي واحد غين يجو كل علينا يا أما كل واقعي على أي سكة غير يا محمد عبد الله فرماشو
يعني وهو يدك وحيوبنا يعني محمد عبد الله فرماجو يعني وآدي آدي وفرح يعني دتك غير مقدسه هي تاجرية أو ماشان وحلو حلا مرة يا مرحلة ده مقدسه مرة يسوى مرحلة يبون السنين وح أي سومال مانت مرة فا إني كتك ثقة بيالدي وهو شعبك وهو وصل دورتي وحي حلا بعنا دنا كتر شو من درين كشعبك وحي دورتين من حوينه أنا أنا قليل ويجين من حوينه أيوار كان إني هاي كلمة تلاقي كي هالفوجيو ده أي كده حركان هالفوجيو ولها دمتا بلكة يدف aad baad u mahadsan tahay in Cabdi Malik Muuse Aldoon oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaasina warbaahinta qabtirin iyo isaga warbixinayay xaaladda magaalada Muqdisho ee maalmihii la soo dhaafay sidoo kale doorashada maanta qabsantay Cabdi Malik su'aasha ugu dambeeyaan ku weydiinayaa waxay tahay in waxa dhaxmartay isla markaasina dhaxmushaartay shacabka kala duwan ee ku sugan magaalada Muqdisho ee u dabaaldegaya guusha doorashada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee bal waxa aad ka waranta marka dadka la sheekaysatay dareenka ay bulshadu qabaan ee 4 sano soo socotay Soomaaliya iyo xaaladeeda ee runtii aan waxaan ka warqabaa oo aan xiliid ila soo xiriiray ee intaas ee bulshada dadka ee kuwa gudaha joogana waan isaragnay waan ku dhigay ee runtii saxad waxa tahay maanta waxa tahay ee guusha ee waxaan u timan jiraa qaarada guusha ee Soomaar ee guusha formaggio hanno valuto il manicara giusto formaggio giusto sacco o hanno valuto il manicara o hanno valuto il manicara sacco e intiti se badan iskuraay inu noqdo formaggio madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 4 sano soo socda waxa dadku aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin mayra wada maashadayaan ilaa ay hadda ay saacad badan ka soo wareegeen goortii lagu dhawaaqay buuxdii ayaxda waxaan maqlayaa aniga aad u wareysanaysid dhawaaq rasaasa taaso aan ku timaan karno inay tahay damaashadkii iyo farxadii dadku rajo badan ayay runtii ka qabaan maxamed abdullahi farmaajo yani rajada weyn ay ka qabaan runtii waxay ku noqonaysaa maxamed abdullahi farmaajo culays weyn ay ku noqonaysaa sababtoo ah waxa ay dadku ka rabeen hadii ay ka waayaan isaga laftiisa dheenaya adigta ka imanaysa sidaa uga maxamed abdullahi farmaajo waa dareensan yahay ayaa filaya inuu kaga dhageeyo wixii laga filayay iyo in ka badanba shacabkani ilaa imika waxa weeye wada baldegayaan waxaana suuragal ah inay ku qaadato ilaa inta ay waagu ama qoraxdu ay ka soo baxayso ilaa qaada waaga inuu waxa la filayaa dabaaldegyo ballaaran ayaa la filayaa oo ka dhaca wadooyinka waaweyn ee galbeedaha magaalada Muqdisho iyo hudheelada waaweyn xaflado kala duwan goobo kala duwan meelo kala duwan la isugu imaanayo oo intaba lagu taageerayo loo dabaaldegayo guusha maxamed cabdullaahi farmaajo oo lagu tilmaami karo inay tahay guushii shacabka Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantahay dhegaystay halkaas wuxuu Cabdi Malik Muuse Aldoon warbaahinta qabtiray uga warramayey xaaladda magaalada Muqdisho aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdi Malik Muuse Aldoon raisiga aad nasiisay waana ku mahadcelinay aniga dhammaanba dhegaystayaasha qabtirinayays waad mahadsantahay ibaahantii badigeysanintaas ayaan ku soo gabagabeynayna wareysigani khaaska ah ee shabakada caalamiga ah qabtirinayo.com oo siiyay Suuf Cabdi Malik Muuse Aldoon deesal wareysiga waxaad la socodsiinayaa aniga oo Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayle tan iyo inta ku kulmi doono wareysigan xiga waa gabi ahaanba bahda shabakada caalamiga ah qabtirinayo.com oo idin kaga tagaya salaam aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh